حركة الصفائح. تعتبر حركة الصفائح إحدى نظريات الجيولوجيا، وتفترض أن الجزء الخارجي من باطن الأرض مكون من طبقتين، الطبقة الصخرية وفي أسفلها ما يدعى طبقة الصهير والتي تحتوي على الماجما. تتحرك الصفائح بصورة دائمة على الحدود الفاصلة بينها، بحيث تتحرك كل صفيحة كوحدة مستقلة متماسكة، لذلك تكون الحدود بينها معرضة للإجهاد. قد تكون الحركة بين الحدود حركة انزلاقية، حيث تنزلق الصفائح أفقيا بمحاذاة بعضها البعض، ولا ينتج عنها زيادة أو نقصان لحجم القشرة الأرضية. أما الحركة التقاربية تنشأ عن قوى ضغط، وقد تؤدي هذه الحركة إلى تكون سلاسل جبلية، أو قد تسبب انبثاق البراكين حسب نوع اللوحين المتقاربين من بعضهما البعض. ويمكن أن تكون حركة الصفائح حركة تباعدية بسبب قوى الشد، وفي هذه الحركة يتحرك الصهير إلى الأعلى ويشكل صخورا دافعة عند الحواف. ويرى العلماء أن سبب حركة الصفائح بسبب التيارات الدورانية، حيث تنشأ هذه التيارات في طبقة الصهير لتغير درجات حرارة الأرض، وهذا يؤدي لمنشأ تلك التيارات والتي تتجه إما للأعلى أو للأسفل. ولقد فسرت حركة الصفائح تشكل القارات وتغير معالم الكرة الأرضية على مر السنين.